هذين الناس الحين اللي ذيل اللي عندهم عربات ذيل كلهم قاعدين يكونوا زي العادي يعني ما في حاجه يا اخي. شوف احنا هو ده قاعدين تليفون ده اليوم النظافه ليه؟ لان احنا عندنا مشروع عندنا مشروع شفتها يوم النظافه. انت قايل ان احنا قاعدين ساي ولا شنو؟ قايل قاعدين ساي الليله شنو؟ الليله في احتفال في يوم بتاع يا اخي كمان يوم الاحتفال تتفق له الزيت ما بتخيل عليك الله يا اخي ما بتخيل يا اخوانا ما زيت انا عايزك اشحت لي ورق كشحت لي ورق ولا كشحت لي ملح؟ والله اخر تجدع الورق ها؟ والله اخر تجدع الورق، الورق بيجي بالاموه خلاص يشيلوه ويدوه الغمامه، لكن ده لا حول ده زيته كبيره خلاص انت ما عارف ساكت انت بتكبر لي المزه وقول لي لا حول ولا انا ما قاعد اكبر يا اخي شوف انا ما فاضي يا عمرنا ده كله يا اخي الكوب ده شوف انا ما فاضي المرض من الزيت منو؟ المرض منو؟ انت قال لك منو؟ عملت لك ازمه انا؟ بيكب زيتي ده في الشارع؟ هاي والله بس انت متضامن معاه وساي بس ما اكتر من كده والله ريحته ممكن تعمل ما اكتر من كده شفتها الريحه ساي ممكن تعمل حساسيه انت بتتكلم كيف تعال والله شمش انت ده ما قاعد تكب الزيت في بتاع عربيتك والله ما قاعد اكب نهائي يا راجل يا بس صح هذا جو والله ثاني ما قاعد اعملكم نهائي والله نزل عاقد انت قايله زيك يعني قبل كده كنت بتكبه لا عاد انا اقول شنو كان بيكبوا الناس التانيين لكن انا ما كنت اكبوا يا اخي انت هسه فهمت ولا ما فهمت؟ انا؟ اي انا شايف انه كلامك ده يا عزيزي الفاضل اصرار حاصل فارغ ساي كويس؟ لانه انا ما حصل شفت لي زول عيا من كب زيتي انا في الوطا ساكت ابن العم اها اقول لك عادي كده ابن العم ما تستهون الحاجات يا اخوانا الامراض الحايمه دي كلها لانه احنا مستهونين الحاجات ما عارفين انها بتجينا من وين